بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح سريعا عن حاله السي بي ال الخاصه باليو تي اي يورينري تراكت انفكشن. اول حاجه بيقول عادل عنده 55 سنه بيشتكي من هايبرتنشن، مريض ضغط وكمان اوبيز سمين، يبقى هو عنده الضغط وتخين. اوكي، اوفر ذا لاست فيو ييرز بقاله كام سنه بيشتكي من بينفول سويلنج اوف وان or the other big toe، يعني صابع رجله الكبير بيوجعه. طبعا المرض اللي احنا اتكلمنا عنه زمان وقلنا انه بيجي غالبا في صابع الرجل الكبير، لما تفتكر صابع الرجل الكبير بالذات افتكر الجوت النقرس اللي بسبب زيادة في مستويات اليوريك اسيد. طبعا ده مش تشخيص اكيد، انا بقول لك انت هتفكر هتسيستم دماغك ازاي. انا دلوقتي في تفكيري ان ده مريض ممكن يكون عنده نقرس جوت بسبب زيادة في اليوريك اسيد، وخدنا زمان انها بتترسب في صابع الرجل الكبير في الفيرست ميتاتارزو فالينجيال جوينت، فانا شك رايح شويه ان هو عنده جوت بسبب زياده في اليوريك اسيد، بس لسه هنكمل. هيز فاستنج بلاد جلوكوز، تحليل سكر صايم 124. 124 ده بقول عليه بري دايابيتس، يعني شويه وهيخش في سكر. هو لسه ما اقدرش اقول ان هو دايابيتس 100%، لو كان الرقم ده 126 من اول 126 وانت طالع سكر صايم ده دايابيتس. اللي قبل اللي يعني 124 ده مش هقول ان هو دايابيتس، بس خلاص داخل في دايابيتس بري دايابيتس. حتى هو في الاول قال هايبرتنشن واوبيزيتي، يعني قال ان هو عنده الضغط وتخين، ما قالش ان هو عنده السكر. التحليل بيقول ان ممكن يجيله سكر، غالبا هيجيله سكر. ماشي، دلوقتي جاي بيشتكي من ايه؟ هي بريزنتس ويز سيفير رايت فلانك كولكي بين، مغص في الجنب اليمين، مغص في جنبه اليمين. هنا يسالك سؤال يقول لك انت شاكك في ايه؟ الحتة الرايت فلانك دي انت شاكك في كذا حاجة. لو احنا بنتكلم في مشاكل الكلى فانت ممكن يبقى المشكلة يو تي اي يورينري تراكت انفكشن زي بايلونيفرايتس، يعني عنده التهابات في الكدني بايلونيفرايتس وهي اللي عاملة الوجع ده، او الاقرب انها رينال ستون، وخصوصا ان الحصوات بتعمل وجع المغص وجع التقلصات الجامد ده، يبقى دي اقرب الى انها رينال ستون. وكده كده الستون بيبقى معاها انفكشن، فهو هيبقى لو هو عنده ستون هيبقى كده كده عنده يو تي اي، لان الاثنين وجهان لعمله واحده. الالتهابات بتعمل حصوات والحصوات بتسبب التهابات، فانا شاكك دلوقتي في يو تي اي ومعاها رينال ستون. حلو، رادييتنج مسمع فين؟ تو ذا رايت لاين، يعني من ورا كده جنب العمود الفقري، الحته اللي فيها الكلى، بيت الكلى، اللوين دي اللي هي بيت الكلاوي، الحته اللي موجوده ورا دي، فانت كده بتاكد ان في مشكله في الرايت كيدني. وكمان مسمعه في الرايت سايد اوف هيز جينيتاليا، يعني مسمعه تحت في الجينيتاليا في الاعضاء التناسليه. طيب هنا يقول لك ده معناه ايه؟ يعني فسر الفايندنج دي، رايت لوين معناه ان في كيدني ستون، يعني الوجع اللي في الرايت لوين ده معناه ان في حاجه جوه الكيدني نفسها، والرايت جينيتاليا معناها اليوريتر، لان اليوريتر نازل من فوق لتحت من الكيدني، نازل على اليورينري بلادر في البلفس، فالوجع بتاع اليوريتر بيسمع تحت، بيسمع في الجينيتاليا تحت، فالالم اللي مسمع في الجينيتاليا ده معناه ان في حاجه في اليوريتر، فانا كده شاكك ان في حصوه في الكلى وشاكك ان في حصوه في الحالب كمان. اوكي، هي اولسو هاز ديسيوريا، قلنا ديسيوريا يعني بينفول يورينيشن او بيرنينج سنسيشن، حرقان مع البول، فريكوانسي بيخش الحمام كتير، يجيب كميات ميه قليله وبيخش الحمام كل شويه، اند ايرجنت ميكتيوريشن، ايرجنت يعني دايما مستعجل ما يقدرش يمسك نفسه، لو وقف على باب الحمام وحد جوه مش هيستنى اما يطلع، مش هيقدر يمسك نفسه. تمام، ذات هاف بين ريبيتد اوفر ذا لاست سيفرال مانس، الموضوع ده اتكرر معاه كتير قوي بقاله كام شهر، يبقى الموضوع واضح ان هو بقاله فتره والحصوه عماله تكبر والوضع عمال بيسوء. عملنا اكزامينيشن فحصناه لقينا حرارته 38.2، دي كده عاليه، يعني كده في هنا لو جريد فيفر اهو، معناه ان ممكن يكون في انفكشن. البلس بتاعه 100، بلس عالي سيكا، تمام، ممكن برضه مع سخونيه البلس بيزيد. البلاد بريشر 160/95، ده ضغطه عالي، ما احنا قلنا ان هو مريض هايبر تنشن، 160/95 ده عالي، لازم يظبط ادويته، ياخد ادويه لو ما بياخدش ادويه، او يظبط العلاجات بتاعته لو هو ماشي على دواء، لان كده ضغطه عالي وداخل في ان كنترول ده هايبر تنشن. ريسبيراتوري ريت معدل التنفس 20، البادي ويت 112، تخين اهو، وطوله 179 سم، فكده اوبيزيتي. There is mild beating edema of lower limb، رجليه ورمة، إديما lower limb. هنا يسألك إيه هي الأسباب؟ الحاجات المشهورة اللي بتعمل إديما في اللور limb، في عندنا cardiac edema بسبب الرايت سايد هارت فيلير. الرايت سايد هارت فيلير كنا قلنا زمان بيعمل إديما في كل الجسم ما عدا اللنج، أكتر مكان وأكتر مكان
بيظهر فيه الإديمة هو اللور لم. فالإديمة في اللور لم بدور على القلب على طول. في أسباب تانية غير الكاردياك إديمة، ممكن الرينا الإديمة نفسها. الرينا الإديمة بتبدأ الأول حوالين العين، مشهورة قوي الرينا الإديمة إنها بتعمل بيري أوربيتال الإديمة، مشاكل الكلى لو في بروتينوريا أو كده بتعمل بيري أوربيتال الإديمة، بس برضو ممكن توصل للور لم. برضو هيباتيك إديمة، مرضى تليف الكبد بيجي لهم اسايتس استسقاء في البطن، بس ممكن توصل للرجلين. فانا عندي الكاردياك اديما وعندي الرينال اديما وعندي هيباتيك اديما، لو هختار واحده منهم الاقرب انها تكون ايه كاردياك اديما، يبقى الاديما في اللور لمب اقرب حاجه ليها ايه كاردياك اديما. فانا عندي بشكل عام كاردياك اديما وهيباتيك اديما ورينال اديما، بس الاقرب مين كاردياك اديما. وزمايل دي ليفيتد جاجيولار فينوس بريشر، ليفيتد جاجيولار فينوس بريشر دي تقول ان هو رايت سايدد هارت فيلير، كده في مشكله في الرايت سايد، يبقى دي كاردياك اديما. اليفيتد جاجيولار فينوس بريشر، ضغط الدم في الجاجيولار فينز اللي هي الاورده اللي في الرقبه عالي، وتلاقي انتفاخ في اورده الرقبه، ده علامه ان الضغط الوريدي عالي وان الرايت سايد اوف ذا هارت تعبان، الدم راكن ما بيتحركش، فالضغط في الفينوس سيستم عالي، فبيبقى عنده كونجستد نيك فينز اللي هي اليفيتد جاجيولار فينوس بريشر، فده معناه ان هو رايت سايد هارت فيلير. اذا اللي عنده ده كاردياك اديما. عملنا ابدومينال شيست هارت اكزامينيشن ان ريماركابل، يعني سمعنا بالسماعه ما سمعناش حاجه، واضح ان موضوع مشاكل القلب دي لسه يعني في بدايتها. تمام، ده بحكم السن عنده رايت سايد هارت فيلير ايا ما كان، خلاص ماشي اوكي، يعني عرفنا ان في بيتنج اديما في اللور لمب وجاجيولار فينوس بريشر عالي، فقلت ان دي غالبا بنسبه كبيره رايت سايد هارت فيلير يعني كاردياك اديما. يورين اناليسيس تحليل بول، لقينا ايه بنفحصه فيزيكال وكيميكال. فيزيكالي البول باين لونه اصفر مدي على بني شويه، غامق سيكا وتربد معكر، ما هوش كلير تمام، ما هوش رايق، لا معكر في عكاره بسبب زياده الاملاح. يعني اسيدك 5.5 البي اتش بتاعه، سبيسيفيك جرافيتي 1030، بروتين بلس 1. انت بتكشف عن البروتين وعن الجلوكوز وعن الار بي سيز باستخدام حاجه اسمها يورين ديبستيك اللي هي شرايط الفحص، شريط كده بتحطه في عينه البول ويديك علامه تقول ان مثلا في هنا جلوكوز او لا، في شريط يكشف عن البروتين، في شرايط بتكشف عن الار بي سيز، او لو انت مش شايف هيماتوريا واضحه يعني او دم احمر ممكن تكون الار بي سيز موجوده بس لسه مش مغيره اللون، فانت بتكشف عنها بالشرايط دي. تمام، وده موجود عندك في عمل البايوكيمستري اليورين ديبستيك وازاي بتتعمل كل الكلام ده. فبالفحص لقينا ان في بروتين طالع بلس 1، انت عندك بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس بلس 1 دي يعني مايلد، مايلد بروتينوريا، في بروتين قليل في اليورين. جلوكوز نيجاتيف، انا قلت لك لسه ما عندوش سكر، التحليل كان 124 لسه ما فيش جلوكوزوريا، لسه ما بقاش دايابيتس رسمي بس شويه وهيدخل في دايابيتس. الار بي سيز بلس 2 يعني فيه هيماتوريا اهو، في ار بي سيز. النيترايت اند ليوكوسايت استريز ار بوزيتيف، في برضه الشريطه بتكشف عن حاجه اسمها ال اي ليوكوسايت استريز، ده انزيم موجود في الليوكوسايت وايت بلاد سيل زي نيتروفيل، عشان تشوف اذا كان في انفكشن وفي بايوريا او نيوتروفيل في اليورين ولا لا. فكون ان الليوكوسايت استريس ده طلع بوزيتيف ده معناه ان في نيوتروفيل، وما دام في نيوتروفيل يبقى انا عندي يو تي اي كده. لما يقول لي ايه هي الفاليو بتاعه التستات دي، زي ما انا قلت لك الفاليو ايه، بروتين بلس 1 يعني مايلد بروتينوريا، جلوكوز نيجاتيف ما فيش جلوكوزوريا، الار بي سي بلس 2 يعني هيماتوريا، والليوكوسايت استريس بوزيتيف ده معناه ان في بايوريا وبالتالي دي حاله يو تي اي، ما هو كده كده هيبقى في يو تي اي عادي مع الستون، فده بياكد ان في انفكشن فعلا. خدنا عينه بقى وبصينا احنا بعينينا تحت الميكروسكوب، لقينا الباس سيلز النيتروفيل من 50 ل 60 اتش بي اف، اتش بي اف دي اسمها هاي باور فيلد، بتكبر الصوره في الميكروسكوب بتجيب العدسه الهاي باور وتبص في اللقطه تشوف في كام خليه قدامك، الطبيعي بيبقى 0 1 2 بالكتير يعني اقل من 3، انما هنا بتقول 50 60 يعني في اللقطه الواحده في الميكروسكوب او في المشهد الواحد في الميكروسكوب بلاقي 50 60 نيوتروفيل، فده عدد مهول. الار بي سي 30 35 هاي باور فيلد برضه بياكد ان في هيماتوريا، اليورينري تراكت انجرح بسبب الستون وبدا في دم ار بي سي تنزل في اليورين. الكريستالات بلس 3، ايوه كريستالات دي شاف كريستالات شاف املاح. لو سالك هنا ايه تايبس اوف يورينري كريستالز اللي هي انواع الستون، لان الكريستالات دي هي اللي بتعمل ستون حصوات، عندك اشهر حصوه في اليورينري سيستم اسمها كالسيوم اوكساليت، اشهر يورينري ستون اسمها كالسيوم اوكساليت، بتيجي للناس اللي بتاكل طماطم كتير وفرنش فرايز وشوكولاتات والحاجات دي كلها، كالسيوم اوكساليت. وفي عندنا يوريك اسيد او يوريت، ودي اللي عليها العين ليه؟ افتكر في اول الكيس الراجل ده عنده جوت، رجل اصابع رجله الكبير تمام، في الم وفي وجع اعراض جوت، فيوريك اسيد عالي، اليوريك اسيد لما يبقى عالي في الناس اللي عندها جوت
الكدني بتبدا ترميه في اليورين، تركيزه في اليورين بيبقى عالي لانه عالي في الدم، فبيترسب وبيكلكع وبيعمل حصوه، فالحصوه دي غالبا بنسبه كبيره يوريت ستون او يوريك اسيد ستون، تمام؟ فهو يوريت هي الاقرب في الحاله دي بالذات، بس هو الاشهر في المطلق هي مين؟ الكالسيوم اوكزاليت. يبقى الاشهر هي الكالسيوم اوكزاليت، عندنا يوريت او يوريك اسيد ستون، في عندنا سيستين ستون، وفي عندنا التريبل فوسفيت ستون، فوسفيت مع الومنيوم مع مغنيسيوم بنسميها ستروفيت ستون. ستروفيت ستون دي تريبل فوسفيت، فوسفيت ثلاثي مع الومنيوم ومغنيسيوم بنسميها ستروفيت ستون، ودي تعتبر تاني واحده في الشهره يعني، او من الحاجات المهمه اللي بنشوفها برضو مع الكالسيوم اوكزاليت، انما الاشهر في المطلق هي الكالسيوم اوكزاليت. لقينا كمان تحت الميكروسكوب ابيثيليال سيلز بسبب وجود انفلاميشن وخلايا بتموت فبتقع تسقط في اليورين. نو كاست، ما لقيناش كاست. الكرياتينين 1.4، هنا وظائف الكليه بدات تعلى يعني الكليه بدات تتاثر. اليوريك اسيد شوف كام؟ 9.4، 9.4 طبيعي، يبقى اقل من كده، اقل من 6، يبقى 4 5 في الرنجات دي. 9.4 معناه ان اليوريك اسيد عالي، وده اللي خلى اليوريك اسيد ينزل في اليورين بكميه كبيره ويعمل الحصوه. الجي اف ار 94.6 مللي بير مينيت بير 1.73 متر مربع، تمام؟ عملنا الترا ساوند بلفيك وابدومنا، الالترا ساوند اشعه سونار على البطن والحوض، لقينا ثيك الريجولار وول اوف يورينري بلادر، تمام، وانلارجد هوموجينس بروستات، بروستاتا كبيره. طب ليه البروستاتا كبيره يا عم؟ ده واحد عنده 55 سنه، واتكلمنا كتير قبل كده في مرض تضخم البروستاتا بتاع الرجاله الكبار، اي واحد هيعدي ال 40 لازم هتلاقي البروستاتا اكبر من المعتاد، اكبر من الطبيعي، وكل ما السن بيكبر كل ما البروستاتا بتكبر وبتكون اوضح، بس مفيش فيها كالسيفيكيشن. دي بقى الحته اللي تهمني بقى. رايت هايدرونيفروزز، هايدرونيفروزز يعني ميه متحوشه جوه الكدني جوه البلفس والكاليسز، البلفس والكاليسز محوشين ميه، معبيين ميه، ميه متحوشه جوه الكدني محبوسه في الكدني، هايدرونيفروزز، وده بيحصل بسبب يورينري تراكت اوبستراكشن. القفله بسبب الحصوه بتعمل هايدرونيفروزز، يبقى ده ياكد ان في حصوه لان الاوبستراكشن هو اللي بيسبب الليجن ده. هايدرونيفروزز، هايدرو يعني ميه او فلويد، نيفروزز كتير، ميه كتيره جوه الكلى محبوسه، موسعه البلفس، موسعه الكاليسز، الكاليسز بتكبر وبتتحول الى سيستيك سبيسز، السيستيك سبيسز دي مليانه ميه بتبقى كبيره لدرجه انها بتضغط على الكورتكس، بتبوظ للكورتكس، عشان كده الكلى اللي فيها هايدرونيفروزز ما بتكونش شغاله كويس ووظايفها بتقل لان الكورتكس مضغوط عليه، حصل فيه بريشر اتروفي. اهو دايليتد بلفي كاليسيال سيستم، يعني البلفس والكاليسز واسعين دايليتد كبار قوي ومليانين فلويد. طب الالترا ساوند وداني او وجهني ناحيه الهايدرونيفروزس، بس الالترا ساوند مش هي ادق اشعه، عايزين اشعه احسن. عملنا نون كونتراست سبايرال سي تي، سي تي يعني اشعه مقطعيه، سبايرال سي تي اشعه مقطعيه حلزونيه، اشعه مقطعيه وخلاص. نون كونتراست يعني بدون صبغه، اشعه مقطعيه عاديه جدا. لقينا دايليتد رايت بلفيكاليسيال سيستم، اهو الرايت كدني فيها رايت هايدرو نيفروزس وذ مالتيبل فاريبل سايز ستونز. كمان فوق الهايدرو نيفروزس ده لقينا مالتيبل ستونز، فين بالظبط؟ في الرايت لور كاليكس، يعني الكالكس، الكالكس ده اللي هو مفرط كاليسز، الكالكس اللي تحت ده فيه مالتيبل فاريبل سايز ستون، فاريبل سايز ده في ستونز كبيره في ستونز صغيره. اذا انا عندي حصوات جوه الكلى وده ياكد اللاين بين اللي احنا قلناه في الاول، يبقى الكدني فيه جواها ستونز اهي في الرايت لور كالكس. ايه كمان بيقول لك؟ اليوريتر ده لقيناه كمان دايليتد بسبب وجود ستون تحت، يبقى انا عندي هنا يوريتيريك ستون وعندي هنا رينال ستون، يبقى انا عندي ستون في الكلى نفسها في الرايت لور كالكس وعندي ستون في اليوريتر. دليلك ايه؟ ان انا لقيت اليوريتر دايليتد، لان الحصوه لما بتقفل او بتضيق اليورينري سيستم بيحصل له دايليتيشن قبل القفله، قانون القفله المعتاد اللي احنا بنقوله من زمان. لو انا عندي قفله هنا، طبعا هي مش لازم تكون قفله قفله كامله زي ما انا راسم كده، بس انا بفهمك، انا عندي قفله هنا واليورين نازل من فوق لتحت، قانون اشاره المرور بيقول ايه؟ اشاره المرور المقفوله الزحمه بتحصل قبلها ولا بعدها؟ قبلها. او عندي طريق مقفول العربيات وهي جايه على القفله دي هتبدا تتزحم، فاليورين مش هيعرف ينزل، هطلع فوق الاقي الميه عماله تركن، ركنت في اليوريتر وبعد كده ركنت في البلفس والكاليسز، عملت لي يوريتريك دايلاتيشن او هايدرو يوريتر وميه في الكدني كمان هايدرو نيفروزس.
يبقى انا عندي في حصوات في الرايت لور كالكس جوه الكلى، اليوريتر دايليتد لحد اللور ثيرد، اذا الستون تحت لان اليوريتر كله دايليتد لحد اخر حته، فالحصوه تحت وسعت لليوريتر كله، عملت هايدرو يوريتر، لقينا 1.2 سم ستون اوف دينستيم 32 هيودي، وحده ما تشغلش بالك بيها، المهم ان في حصوه 1.2 سم. طب الليفت كيدني والليفت يوريتر نورمال، يبقى هنا المشكله في الناحيه اليمين، عندي رايت رينال ستون ورايت يوريتريك ستون. هنا يجيب لك سؤال، في سؤال هنا يقول لك قول الافكت بتاع الرينال ستون على الجي اف ار. دلوقتي وظايف الكلى دي، الجي اف ار بتاع الكلى دي تتوقع يزيد ولا يقل؟ طبعا هيقل. ليه الجي اف ار هيقل؟ يا عم بقول لك الكورتكس باظ، الهايدرونيفروزس بيبوظ الكورتكس، بيعمل بريشر اتروفي، يعني الرينال كورباسلز والنيفرونز هتبوظ مش هتشتغل، والفلتريشن هيقل، فالجي اف ار هنا بيبدا يقل. عشان كده اتوقع ان الوقت لو عدى الرقم اللي احنا قلناه هنا في الجي اف ار اللي هو ال 94.6، لو الحاله دي ما اتعالجتش الجي اف ار ده هيقل، يبقى هنا وظيفه الكلى دي بتقل، الكورتكس مضغوط، النيفرونز بتبوظ، الكورباسلز مش شغاله، فالجي اف ار بيبدا يقل. يبقى هنا هيقل الجي اف ار، لو قال لك ايه تاثير الاستون على الجي اف ار هيقل الجي اف ار عشان البريشر على الرينال كورتكس باي دايليتد كاليسيس. نخش بقى في حته مايكرو، عملنا يورين كالشر مزرعه وعملنا جرام ستين وعملنا رياكشنز وعملنا انتيبيوتيك سنسيتيفيتي، لقينا النتائج دي تمام، هنا جرام نيجاتيف بكتيريا، بوزيتيف اندول، بوزيتيف ام ار، بوزيتيف في بي، والستريت تيست، كلام مايكرو، المهم ان في الاخر دي ايكولاي. يبقى هنا دي ايكولاي، اشيريشيا كولاي تمام، جرام نيجاتيف اهي باسيلاي، اشهر بكتيريا بتعمل يو تي اي هي الاشيريشيا كولاي. شرح التستات ده موجود عندك في المايكرو عادي تمام. خد انتيبايوتيك ل 10 ايام وحس بتحسن، بعدها ب 8 شهور جاي بهاي فيفر ورايجر، سخن وبيرتعش، نوزيا وفوميتنج، ترجيع، وفي بلو يورين مع رايت لوين بين، يعني الموضوع اتكرر معاهم بشكل اعنف، واليورين بتاعهم ازرق. عملنا يورين اناليسيس، تحليل بول، لقينا البي اتش 5.5، الباس سيلز والار بي سيز اكتر من 100، فاكر في المره الاولى كان في 30-35 ار بي سيز، لا هنا معدي ال 100، الحاله مور سيفير، باس سيلز في بايوريا وفي ار بي سيز معديه ال 100، والكريستالات برضه بلس 3 كريستالات موجوده. الكرياتينين 2.5 كده الكليه بتبوظ. اليوريك اسيد 8 لسه برضه عالي، الجي اف ار شوف نزل لكام؟ احنا قلنا هنا كان فوق كام؟ 94 تقريبا و6 من 10، 94.6، هنا نزل ل 29.4، ده رينال فيلير برمينت بير 1.73 متر مربع، ده التمييز بتاعه، وطريقه قياس الجي اف ار وحساباته موجوده عندك في سيكشن الفسيولوجي. عملنا كالتشر لقينا بيل كولينيز اوركليد اجار، الايزوليتد اورجانيزم بوزيتيف اوكسيديز ونو فيرمنتيشن، الاورجانيزم اللي موجود عندك بيعمل يو تي اي بوزيتيف اوكسيديز وما بيعملش فيرمنتيشن هو السودو مونس، ما بيعملش جلوكوز فيرمنتيشن وبوزيتيف اوكسيديز سودوموناس، يبقى في المره الثانيه الاورجانيزم هنا ايه؟ سودوموناس. يبقى المره الاولى كان الاورجانيزم ايكولاي خد مضاد حيوي وتحسن، في المره الثانيه الاورجانيزم هنا ايه؟ سودوموناس تمام. برضو ده شكل الطبق وده شكل الاوكسيديز بوزيتيف. خلاص هنا ممكن يسالك كمايكرو بقى، المره الاولانيه كان ايكولاي والمره الثانيه سودوموناس. عندك اربع اسئله ريتن موجودين مع الكيس. اول حاجه وات ار ذا كومبليكيشنز اوف رينال ستونز، ده سؤال مهم موجود عندنا في الباثولوجي، ايه مشاكل الحصوات؟ اولا الحصوه بتتحرك، يعني ممكن تتحرك في اليورينري سيستم، وهي بتتحرك نازله من فوق لتحت او بتتحرك تتحشر وتبدا تحسسك بالم شديد رينال كوليك، يبقى المغص الكلوي ده غالبا بيبقى بسبب حركه الستون. تاني حاجه بيعمل اوبستراكشن، واتفقنا بص كده معايا عشان تشوف بس الاوبستراكشن له احتمالين. اول احتمال تخيل معايا كده، تخيل معايا حصوه هنا مثلا في اليوريثرا قافله تماما، مفيش ولا نقطه يورين بتعدي، ساعتها الحاله دي بنسميها انوريا، ودي خطر على حياته، لان هو لو ما فضاش اليورين هيتراكم بسرعه 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 وهيتسمم ويموت، فدي حاله اسمها انوريا. انوريا يعني نو يورين، انوريا يعني نفي. لا ده لو صدم كومبليت اوبستراكشن، يعني قفلت حصوه جت حشرت فجاه قفلت تماما كومبليت اوبستراكشن، مفيش ولا نقطه يورين بتعدي، ده اسمه انوريا، وهيخش بعد كده في اكيوت رينال فيلير، هيموت لو انت ما ركبتش قسطره وفضيت اليورين ده او ما دخلتوش تشيل الستون دي بسرعه. الاحتمال الثاني استون بقى مزمنه، يعني جراديوال انكومبليت ستون، لو عندي ستون مثلا هنا في ناحيه واحده جراديوال ما هياش جت فجاه
وانكمبليت اوبستراكشن. خد بالك انت هنا عندك اتنين يوريتر، يعني لو واحد فيه حصوه والتاني سليم، فالتاني ده قايم بشغله واليورين بينزل عادي، والراجل ده بيخش حمام في مشكله في دخول الحمام، ديسيوريا فريكوانسي كلام من ده، بس بيجيب، مش هنقول هنا انوريا، مش هقول هنا انوريا. ايه اللي هيحصل؟ هنطبق هنا قانون القفله. قانون القفله بيقول ان الميه هتركن قبل القفله، يعني هي لو موجوده هنا في اليوريتر، في اللور يوريتر، الميه هتركن جوه اليوريتر هيعمل لي هيدرو يوريتر، وبعد كده هتركن جوه الكدني يعمل لي هيدرو نيفروزس. يعني هيحصل هنا قانون القفله بيقول ايه؟ دايلاتيشن اباف اوبستراكشن ليفل، فوق مستوى الاوبستراكشن. شوف القفله فين؟ كل الجزء اللي فوق القفله هيحصل له دايلاتيشن وهيتجمع فيه يورين لانه مش عارف ينزل. فده بالنسبه للاوبستراكشن. تمام. لو صادن كومبليت انوريا واكيوت رينال فيلير، لو جراديوال انكومبليت هيحصل دايلاتيشن لليورينري سيستم اباف ذا ليفل اوف اوبستراكشن. مثلث اللي كنا قلناه في الشرح، الاوبستراكشن واليو تي اي والستون، قلنا دايما بنلف اللفه دي، اليو تي اي بيعمل ستون والستون يعمل يو تي اي. فالستون بيعمل يو تي اي ليه؟ لان الستون بيعمل اوبستراكشن، والاوبستراكشن بيسبب انفكشن، ميديا ممتازه للسكندري بكتيريال انفكشن، وبالتالي هيحصل هنا انفكشن يو تي اي. فدايما اليو تي اي والستون وجهان لعمله واحده، ده بيسبب ده وده بيسبب ده. الحصوه بتضغط على الجدار وبتجرح البلاد فيسل. تمام. اهي ضغط على الجدار وحاجه خشنه وناشفه بتجرح البلاد فيسل، فبتعمل ألسريشن، الميكوزا تبدا تموت ويحصل ألسريشن وتنزف هيموريج، وممكن الجدار يتخرم، يعني اليوريتر ده جداره ضعيف على عكس اليورينري بلادر، اليوريتر اضعف. تمام. وارق، فممكن الستون تخرم اليوريتر، تعمل بيرفوريشن لليوريتر، ودي طبعا كارثه. طب الستون المزمنه هتعمل التهاب مزمن، وهنا هنخش في المعادله بتاعت الالتهابات المزمنه، معادله الاورام. كرونيك انفلاميشن بيعمل كرونيك اريتيشن، الكرونيك اريتيشن معاه هايبربليزيا او ميتابليزيا، الميتابليزيا هتسبب كانسر بعد كده. بيحصل هنا سكويمس ميتابليزيا، الترانزيشنال ايبيثيليوم بيتحول الى ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، سكويمس ميتابليزيا بسبب ان في التهاب مزمن وحصوه مزمنه، والسكويمس ميتابليزيا ممكن تقلب كانسر، تعمل لي اس سي سي سكويمس سيل كارسينوما. يبقى الحصوات المزمنه بيحصل معاها ميتابليزيا وتقلب كانسر، سكويمس سيل كارسينوما. السؤال الثالث ده من الهيستولوجي، ايه هي مكونات الجوكستاجلوميريولار كومبلكس او الجوكستاجلوميريولار ابريتس والفانكشن بتاعها؟ انت عندك الماكولا دينسا سيلز موجوده كلايننج للديستال كونفوليوتد تيوبيول، الجوكستاجلوميريولار سيلز دي موديفايد سموث ماسل سيلز موجوده في الافرنت ارتريول وهي اللي بتطلع الرينين، واللاسس سيلز دي الاكسترا جلوميريولار ميزانجيال سيلز بتعمل سبورت للسيستم ده. عايز تفاصيل اكتر في الفانكشن وطريقه الشغل هتلاقيها موجوده عندك في الفيسيولوجي. What are the causes of بايوريا وهيماتوريا؟ ايه اسباب البايوريا وايه اسباب الهيماتوريا؟ بايوريا يعني نيوتروفيل في اليورين، ده معناه يو تي اي انفكشن. اما الهيماتوريا ليها اسباب كتير، ممكن اكيوت جلوميريولونفرايتس، ناخدها في محاضره الجلوميريولوبس، موجوده عندك في محاضره الجلوميريولوبس. تمام. اكيوت جلوميريولونفرايتس، اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميريولونفرايتس اللي هي بنسميها نيفريتيك سندروم. بس مش ده اللي يلزمني الوقت، انا يلزمني اليو تي اي، بايولونفرايتس وحصوات ستونز، دول يعملوا هيماتوريا. الاورام السرطانيه طبعا تعمل هيماتوريا، البلهارسيا، الشستوزوما، هيماتوبيوم، اليورينري بلهارزيزس بتعمل هيماتوريا. بلاد ديزيزز، يعني واحد عنده مرض سيوله، سيوله في الدم، عنده هيموفيليا او اي مرض من اللي بينزف، فلو انت عندك مرض سيوله هتنزف وتخش فيه هيماتوريا. هنا في الحاله دي ايه سبب الهيماتوريا؟ طبعا الحصوه مع الانفكشن يعمل هيماتوريا. ديسكرايب حاجه اسمها سيستو متروجرام، السيستو متروجرام ده دي شويه تستات بتتعمل بنشوف فيها كفاءه اليورينري بلادر وقدرتها على الملء والتخزين. يعني تخيل ان انا بتعامل مع اليورينري بلادر ده انه خزان، عايز اعرف الخزان ده بيشيل لحد امتى، يقدر يحمل جواه قد ايه ميه لحد اللحظه اللي انت تقول فيها خلاص انا هعمل على نفسي ما عدتش قادر امسك اكتر من كده. فهي تستات بتتعمل، طبعا الخطوات مش مطلوبه منك او ممكن تكون موجوده عندك في ماده ما، بس هي مش مطلوبه منك تفاصيل عنها، تعرف بس معنى السيستوجرام او البرنسبل بتاعه. ده تستات بتتعمل عشان تقيم وظيفه اليورينري بلادر ديورنج فيلنج اند ستورنج يورين، قدرتها على الملء والتخزين. بتقيس البريشر جوه اليورينري بلادر، هو بتركب قسطره للعيان، بتعمل كلينيكال يعني، بتركب قسطره للعيان وبتدخل ماء ميه يعني معقمه وكده جوه اليورينري بلادر، تبدا تملى واحده بواحده وبتقيس الضغط جوه اليورينري بلادر وتشوف العيان امتى بدا يحس ان هو مزنوق شويه، طب تزود امتى يحس ان هو خلاص مزنوق على الاخر لحد ما يبقى اللحظه اللي خلاص مش قادر ايه يمسك نفسه فيها. فبتقيس استيعاب قدره الاستيعابيه لليورينري بلادر في حته الملء والتخزين. ده كان شرح حاله السي بي ال الخاصه باليو تي اي. بالتوفيق لكم يا شباب.